ما صحة صلاة التسابيح؟ لا أصل لها صلاة التسابيح، لا أصل لها، لأن الحديث الوارد فيها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية السند، ومن ناحية المتن أيضا متنها فيها نكارة، لأنها في صفة صلاة لا مثيل لها في الصلوات المشروعة، فهي منكرة من ناحية السند ومنكرة من ناحية المتن والكيفية، فلا يجوز للمسلم أن يتعبد بها. والعبادات المشروعة كثيرة ولله الحمد، عندك صلاة الضحى، عندك صلاة الليل، عندك صلاة الوتر، عندك الرواتب التي مع الفرائض، عندك النفل المطلق، نوافل كثيرة المشروعة، لست بحاجة إلى صلاة مبتدعة.